موجودة بإمكاننا نبرمج هذا الكيرف. هذا الكيرف موجود في داخل الفيرب الفريكونسي درايف. هلا طلعوا معي على أشياء محددة هون في عندي PR102. إيش تتوقعوا هذا؟ إيش يعني PR102؟ شو بنتوقع إنه يكون؟ هذا بارامتر موجود في داخل الفيرب الفريكونسي درايف. فإذا دخلنا على الفيرب الفريكونسي درايف رح نلاقي فيه بارامتر اسمه PR102. كان أغير قيمته للريتد فولتج. هون عندنا نفس الشيء في عندي PR100 PR101 هذا ممكن أحط فيه الريتد فريكونسي. فمن النيم بليت من النمبر بليت تبعت المحرك بنطلع الريتد فريكونسي بنطلع الريتد فولتج. هذا بيحدد النقطة هاي في داخل الدرايف في داخل الفيربل فريكونسي درايف. هذه كمان نقطة تانية بإمكاننا نحركها. في نقطتين 103 مع 104 وال105 مع 106 بقدر أحقق كمان نقاط من هون. رح نشوف نطلع كيف ممكن أبرمج هذا. فممكن مثلا نيجي على الفيربل فريكونسي درايف نحدد النقطة هاي اللي هي الريتد فولتج مع الريتد فريكونسي. بعدين بسمح لي آخذ كمان نقطتين. فبإمكاني آخذ مثلا نقطة هون ونقطة هون فرضا. فبصير الفيربل فريكونسي كيرف بهذا الشكل. إيش معنى هذا الكيرف براكتس؟ بصير إذا أنا طلبت من الدرايف إنه يمشي على الفريكونسي هاي، إيش الفولتج راح يحطه؟ هون. إذا طلبت منه يمشي على هاي الفريكونسي راح يحط هذا الفولتج. إذا طلبت منه يمشي على هاي الفريكونسي راح يحط هذا الفولتج. لاحظوا لو أنا وصلت هذا لخط مستقيم، كان لو ظلت فيه على F constant راح يكون هاي هي العلاقة الخطية ما بين الأوريجين وهاي النقطة. بس إحنا هون عملنا البوستينج آت لو فريكونسيز. هذا بسمح لي إني أحافظ بشكل أحسن على التورك حتى أعمل لو فريكونسي بوست.